إذا كنت من المهتمين بأسواق المال، فبالتأكيد سمعت بمنصة التداول روبنهود التي تتيح التداول دون عمولة. وإذا لم تكن من المهتمين، فإنك على الأقل سمعت عن الشخصية التراثية الإنجليزية روبنهود، والذي كان يأخذ من الأغنياء ليعطي الفقراء. قصة الأسطورة روبنهود ألهمت الأمريكيين بايجو بيهات وفلاديمير تينيف بتأسيس منصة روبنهود للتداول، وبفكرة مفادها إتاحة التداول على المنتجات المالية للجميع وليس للأثرياء فحسب، وبعمولة صفرية على التداول. لكن إذا ما حاولت تذكر تفاصيل قصة الأسطورة روبنهود، فستجدها كحال أغلب قصص الأبطال، تركز على البطل المنهمك في مساعدة الناس، وتهمش بعض التفاصيل مثل من أين كان يحصل روبنهود على قوت يومه ليواصل حياته. أما بالنسبة لمنصة روبنهود، فبالرغم من تمكين الناس من الاستثمار بتقديم ميزة مجانية التداول، فإن المنصة حققت إيرادات بقيمة 180 مليون دولار من التداولات في الربع الثاني من عام 2020. فكيف تحصل المنصة على إيراداتها؟ وما قصتها؟ قبل تأسيس المنصة، لاحظ بايجو بيهات وفلاديمير تينيف أن الشركات الكبرى في بورصة وول ستريت في نيويورك لا تدفع مقابلاً مادياً تقريباً لتداول الأسهم، في الوقت الذي يدفع معظم الأمريكيين عمولة على كل عملية تداول. قرر فلاد وبايجو التوجه إلى كاليفورنيا لتأسيس منصة سهلة الاستخدام وتتيح الاستثمار للجميع. تأسست منصة روبنهود عام 2013، والتي تمكن من التداول على الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة وعقود الخيارات، بالإضافة إلى العملات المشفرة. في السنوات اللاحقة ارتفع عدد الحسابات على المنصة من 1,000,000 حساب في عام 2016 إلى نحو 6 ملايين حساب بعد عامين، ثم 10 ملايين حساب في بداية عام 2020. لتأتي أزمة الوباء العالمي التي دفعت الملايين من الذين أجبروا على البقاء في منازلهم للتداول على المنصة، ليرتفع عدد الحسابات إلى نحو 13 مليون حساب بعد أول 4 أشهر من 2020. تتعرض روبنهود لاتهامات بأنها تستهدف بخدمات التداول المجاني الشباب الذين لا يمتلكون أي خبرة للتعامل في الأسهم والمشتقات المالية، ما يعرضهم لخسائر قوية وصلت لحالات الانتحار، كما حدث مع الشاب أليكس كيرنز الذي يبلغ من العمر 20 عاماً بعد خسارته نحو 730 ألف دولار عبر التداول من خلال التطبيق. ورغم عدم فرض رسوم على العملاء مقابل التداول، تحقق روبنهود عوائد مالية من مصادر عديدة، لعل أبرزها هو تدفق الأوامر. فعندما يقوم مستثمر بمحاولة شراء أو بيع أسهم أو صناديق استثمار متداولة أو خيارات من خلال حسابه، فإن هذه الأوامر يتم تمريرها إلى صناع السوق لتنفيذها، ويمنح صناع السوق رسوماً لشركة روبنهود على كل عملية. وتعرض روبنهود على العملاء إمكانية الحصول على عضوية اختيارية في مجموعة روبنهود جولد مقابل 5 دولارات شهرياً. تشمل هذه الخاصية مجموعة من أدوات الاستثمار التي تمنح العملاء إمكانية الوصول إلى تقارير أبحاث يومية والاستثمار بالهامش. فعندما يقرر مستثمر أن يدخل أحد الاستثمارات عبر الشراء بالهامش، فإنه يقترض أموالاً من المنصة والتي تفرض فائدة بمعدل سنوي يبلغ 5% بعد تجاوز القيمة المقترضة حاجز 1,000 دولار. كذلك تحقق المنصة فوائد من النقد غير المستثمر في حسابات العملاء، إذ تقوم المنصة بإيداع هذه الأموال في حسابات مصرفية تدر عليها فائدة نقدية. كما أن المنصة نجحت في الحصول على تمويل من عدة جهات، كان آخرها 200 مليون دولار في شهر أغسطس 2020،
الأمر الذي جعلها تقيم بنحو 11.2 مليار دولار.